كشف الجهاز الوطني للإيرادات عن تنظيمه لـ 22 ورشة عمل للمعنيين في مختلف القطاعات منذ انطلاق البرنامج المكثف في ديسمبر الماضي قبيل البدء بتطبيق القيمة المضافة. ويأتي عقد هذه الورش بهدف التعريف بكافة الآليات والجوانب الفنية والتنظيمية للقيمة المضافة، وحرصا منه على تحقيق التطبيق السليم لها وتحقيق أقصى درجات الشفافية في كل ما يتعلق بتطبيق القيمة المضافة، واهتمامه بمواصلة تعزيز الوعي لدى كافة الجهات ذات العلاقة بالقيمة المضافة. وأفاد الجهاز الوطني للإيرادات أن القطاعات التي تم تعريفها بآليات تطبيق القيمة المضافة تضمنت القطاع المالية والعقارية والبيع والتجزئة وتشييد المباني، كما تم إلى جانب ذلك تعريف عدد من الشركات للتدقيق والمؤسسات التعليمية الخاصة والأسواق التجارية الكبرى والجهات الحكومية. وأكد الجهاز الوطني للإيرادات استمراره في تنفيذ البرنامج المكثف من خلال عقده سلسلة من ورش العمل والفعاليات التعريفية الخاصة بالقيمة المضافة. ونوه الجهاز الوطني للإيرادات بمدى أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لإنجاح المرحلة التجريبية لانطلاق القيمة المضافة وزيادة الوعي والإلمام بالجوانب الفنية والإجرائية للقيمة المضافة خلال هذه المرحلة.